الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف على جهوده المضنية في التكافل الاجتماعي وإرسال الدفعة الثانية من لحوم الإطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم تم بحمد الله الدفعة الثانية لحوم صندوق الإطعام وقدرها 1 طن، وسيتم تسليمها اليوم إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتقوم بدورها بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الإسماعيلية عدد 2 طن من لحوم صندوق الإطعام. كل عام وأنتم بخير.